عليكم. عفوا. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا فضيله الشيخ، عندي سؤالين. تفضل. الاول، انا عندي شقه سكن في مكان بيسكن فيه اجانب كتير. هل يجوز لي ان انا اجر لحد فيهم الشقه ديت، علما ان هم بيكون فيهم منهم بوذيين ونصارى ويهود، وفي بعضهم بيكون ليه انشطه مش تبع، يعني مش تبع الاسلام، او يمكن تكون ضد الاسلام كمان، هل انا كده مشترك معه في الاسم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فإذا كان يأتي إلى الشقة ويمارس أنشطة لحرب الإسلام وضد الإسلام، فيحرم عليك التأجير له، والله أعلم.